يا سهران. يا شرنوبي. ايه بتستهبل ولا ايه؟ ليه يا شرنوبي؟ الواد الصبي بتاعك قالك ان انا كلمتك ولا لا؟ ما قاليش. قالك. ما قاليش. قالك. ما قاليش. انت بتزعلي ولا ايه؟ ما قاليش. انت بتزعق؟ اه بزعقش، انا صاحب المعرض. ما انا صاحب البضاعة اللي في المعرض. لا انا دوري اكبر، انا صاحب المعرض. انت بتزعق؟ ايوه انا صاحب المعرض. وانا صاحب المسرح. ايه يا شرنوبي في ايه يا حبيبي؟ ايوه ارجع للشخصية. ها؟ ايه الواد كلمك وقالك انا كلمته ولا لا؟ ما عرفتش اقول له ايه بصراحة. فين الفلوس بتاعت البضاعة؟ انا كل شوية ابعت لك بضاعة ما باخدش ولا مليم. ما بعناش حاجة يا شرنوبي خالص. ما بعتش أي حاجة؟ ما فيش حاجة اتباعت. ليه؟ فين طقم السفرة ال 12 كرسي؟ ده اتباع في يومها. طب يا أهبل، ما أنت قلت أهو اتباع، فين الفلوس بتاعته؟ ما بالتقسيط، بالتقسيط يا شرنوبي. يجي لك القسط تبعتهولي، لكن انا طول الوقت ابعت لك في بضاعه وانت ما بتبعتش فلوس. ما يجي لنا طب زباين، ما فيش زباين خالص. ما فيش ولا زبون بيخش لنا. والله يخرب بيت مخك يا دي اسماريك انت، الواد ده اسماريك يا وجه المسار يا انت. الواد ده دمه شربات والله، دمه يقول نكت جوه في المخزن والله. لازم تقولها دلوقتي، النكته اللي قلتها لي جوه دي مسخره. هتكسف اقوله ده من هنا؟ لا اقول. بس تمسك نفسك. والله امسك نفسي. ما تضحكش وتقع زي جوه. لا مش هضحك. اقولها هي هي. يلا. بيقول لك مره واحد قلبه وقف نزل يزق. على اساس ان قلبه سياره ما في حق. لا ولو خدت بالك سياره مانوال، لو اوتوماتيك مش هتتزق. والله انت مسخره، دمك خفيف يلا. ليش ما تمثل في مسرح مصر انت؟ بيقولوا في 12 معتوه هناك، روح اشتغل معاهم.